الشركات اللي باش نقطعهم المنتجات اللي باش نقطعهم معناش معناش مصدر واحد. فما برشا مصادر موثوقة، منهم حملة بدايس العالمية، ومنهم مكتب المقاطعة بتاع الجامعة العربية، ومنهم الليستة المحاينة اللي قاعدة تحضر فيها الحملة التونسية المقاطعة ومنهضة التطبيع. الليستات هذوما فيهم منتوجات يتقسموا حسب مستويات في المقاطعة. فما المستوى الأول اللي هو الشركات اللي متورطة بطريقة مباشرة في دعم جيش الاحتلال أصلاً، وهذوما المستوى الأول اللي لازمنا نحاولوا لو ماكسيموم انه نقطعوه. فما مستوى ثاني اللي هو شركات اللي عندها فروع والا عندها اصول والا موجوده في اراضي 67. المستوى الثالث هو الشركات اللي موجوده في اراضي 48. اما زاد التقسيم هذا في المستويات نتاع المنتوجات الاسرائيليه ولا نتاع شركات داعمه للكيان الصهيوني ماهوش هو التقسيم الوحيد اللي المستهلك باش ياخذ بعين الاعتبار وقت اللي باش يقاطع منتوجات معينه والا يستهلك منتوجات اخرى. فما زاد التقسيم اللي المستويات اللي نجم يعملهم المستهلك بحد ذاته، مستويات حسب حيويه المنتوج. اذا لو كان المنتوج بالنسبه ليك انت كمستهلك ماهوش منتوج حيوي، ماهوش دواء، ماهوش حاجه ما تنجمش تعيش من غيرها، تنجم تستغنى عليه حتى اذا لو كان هو موجود في مستوى ثالث والا رابع. والحاجات اللي موجوده في المستوى الاول نتاع الحيويه بالنسبه للمستهلك نجمو نقبلوا بانه نواصلوا نستهلكوها، اما على شرط انه يكون فما اثبات لوجود مجهودات حقيقيه باش نجمو ننتجو منتوج وطني، منتوج خاص ما نستحقوش فيه انه نتلزو باش نطبعو باش نجمو نستهلكو منتوجات حيويه. فما شركات تونسية وفما شركات اللي تتعامل مع شركات تونسية. مثلا عندنا رندا تتباع منتجاتها في الأراضي المحتلة، وكيف عملنا حملة مقاطعة عامين التالي على رندا برشا عبيد قالوا رندا ماهيش هي اللي تهز منتجاتها تحطهم في لي غراند سيرفاس في إسرائيل ولا غيرها، راهو فما موزعين يهزوا من عند رندا ويهزوا للمجازنات هذيك ولا المحلات التجارية هيك. راهو هذيا غلط، على خاطر أي شركة تونسية ولا غير تونسية باش تصدر منتجات نتاعها راهي لازمها تناضل أصلا، معناتها تضرب على منتجاتها باش تلقى لها أسواق وين تتباع فيهم. معناتها رندا وقت اللي تتباع منتجاتها في الأراضي المحتلة راهي تعرف أن منتجاتها باش تتباع في الأراضي المحتلة، ومش فقط تعرف، هي تسعى باش تتباع في الأراضي المحتلة لخاطر السوق العالمية ضيقة برشا والعبيد الكل قاعدة تضرب بالبونية على بلاصتها فيها، الشركات الكل قاعدة تحاول تفك بلاصتها فيها. دونك وقت اللي شركة موجودة في أي مجازان في العالم راهي الشركة هذيك دفعت برشا فلوس وناضلت برشا باش تفك بلاصتها. فما شركات أخرين، فما مثلا ديليس اللي هي تتعامل مع دانون، فما كوكاكولا اللي هي فما معناتها شركة معامل تونسية تصنع فيها أما هي البراند ماهيش تونسية. عمليا النتائج نتاع حملات المقاطعة بالنسبة لي نجمو يتقسموا حاجتين، فما الجانب الأهم اللي هو جانب رمزي وسياسي أكثر من الجانب الاقتصادي. الجانب الرمزي والسياسي هو أنه مثلا خاصة الأيامات اللي فاتوا مع الأحداث اللي صايرة في فلسطين، كيف تمشي الحانوت تسمع العباد بدت القضية الفلسطينية موجودة في اليومي نتاعها، معناتها مواطن وقت اللي باش يشري ياغورت ولا باش يشري كسكسي ولا باش يشري مقارونة يسأل إذا نجم ناخذها ولا لا. معناتها لو فات إنه العباد تبدا تخمم بصفة يومية في فلسطين هذاك بحد ذاته نتيجة عملية لحملات المقاطعة. حتى لو كان مازال ماهوش ملموس بطريقة مباشرة في تونس أما فما أثر أخرى نجم نشوفوها معناتها بطريقة مباشرة اللي هي إنه العباد أصلا ولات تخمم برشا في فلسطين، حتى صار وقت اللي يبدا باش يقضي قضية معناتها بتاع نهار يبدا يخمم فيها، معناتها هذاك بحد ذاته يراكم الحاجة ما أهم أصلا من إنه تسحب شركة ولا يتسكر معمل واحد اللي هو وقت اللي باش تحكي في قانون تنظيم تطبيع داير البريود اللي فايته قاعد يتطرح باكثر جديه. فهذه نتيجه المراكمه نتاع حملات مقاطعه، معناتها حتى اذا لو كان متسكر شركه ولا اثنين بطريقه مباشره العباد تولي تحكي لك على لازمنا قانون تنظيم تطبيع بالشركات هذه ما توصلش تتحل اصلا. فما باركونتر حاجه صارت البريود الاخرى
مع الأحداث الأخيرة في فلسطين، اللي هي الكومبلكس في جمرت اللي فيه يوكا وجوبي وحبيبي ومشا مشا. هذاك حملة معناتها كانت إلكترونية غير ما صارتش أكسيون سور تيران، حتى لو كان كنا مقررين معناتها تسكر الكومبلكس قبل ما نوصل نعملوا حاجة في الميدان معناتها. دونك هذه نتائج ملموسة، ولو أنه هي تكون ظرفية، ولو ما هيش كما النتائج متاع BDS في العالم سورتو في الغرب، خاطر BDS البرا أقوى، أما تبقى حسب وجهة نظري مهمة برشا. وقت اللي نعطوا حاجة كيف ما هكا، رانا قاعدين نحطوا في تمشي متاع تفكير أصلاً ما ينجمش يكون أنتي سيونيست في النهاية متاع. معناتها وقت اللي تكون مع فلسطين راو لازمك مش فقط تكون ضد إسرائيل، أما لازمك تكون ضد الاستثمارات الأجنبية وضد برشا شركات خاصة اللي أولاً مهيش كان تدعم في الكيان الصهيوني، راهي زادة تستغل في عمال تونس في استغلال فحش كما المركب اللي في جمرت. فما حمزة مثلاً كان يخدم غادي من غير ضمان اجتماعي، من غير حتى شيء، توفى في الخدمة، مات، ما أخذ حتى التعويض، ما قدمنا حاجة مكتوبة لشكون نائب معناتها في البرلمان من اللي النواب اللي مهتمين بالقضية الفلسطينية، خاطر طرحت مشاريع أخرى متاع قوانين، أما بالنسبة لنا ماهيش مشاريع جدية، ولا ماهيش لا ترتقي لمستوى تطلعاتنا والخدمة اللي ركناها في الحملة من اللي تأسست لليوم. طلبنا باللي الشركات اللي صرتوا في المستوى الأول والثاني هذيك تتمنع أصلاً. طلبنا سن قانون يعطي العباد صلاحية باش نجم ترفع قضية في إنسان مطبع يمشي يغني في الأراضي المحتلة، ولا يمشي يشارك في أي إذن ما من أي نوع في الأراضي المحتلة، على خطر المدة الفيتة الكل. هذي اللي صاير، أنه كل وين تصير حاجة متاع تطبيع العباد تبدأ تتحرك، العباد تبدأ مش عاجبها معناتها، أما ما عندناش أداة قانونية نجمو نرفع بها قضية ضد العباد هذه. فلحظة اللي يولي عنا أداة قانونية نجمو نرفع بها قضايا ضد مطبعين، نولو نجمو نتصرفوا معه.